شفنا فيلم فول الحرب، شو رايكم بالامور اللي حصلت معي؟ وين؟ دلع دلع، تعال خلي يشوفوكي، هلا صرتي مشهورة هلا. هلا دلع، أول شيء فاتت اليوم لعالم الشهرة، صارت ممثلة شافت حالها عليها. زائد انه هي بتمثل في شيء كثير حلو عندها يلي هي بتغني، حافظه ساعه غريب كلموه. اول شيء نحن فيه هلا انت صرتي مشهوره، شو بدك تقولي لهم؟ لا شو بدك تقولي لهم؟ مرحبا كيفكم؟ حبيتي تمثيلي؟ ويك ويستار جاي لها وصل سارة وجاي لها حتى هينك أنا عم بحق أنك دولة محلية بابا حالي بيك اللي أسيني هاي مالا عطابة مجرد أنك عايزة تتلع عارفة حتى ما رح أتنسوني كده بسيطة بسيطة تتأسف حالي تتأسف في دولة والواجه معك تتعرف كل عارفة حالي والواجه تتعرفين في المكان حالي
فكلمكم عن الجار شو شيء محمد الجار ما صفوه. اليوم القطيب تشكر القائمين عليه اللي جمعونا اليوم لنقدم انه نحن سوريا فينا نقدم اسمها وين ما كنا وين ما بنروح بالصورة الافضل والصورة الاحسن. والشيء اللي عم بيصير بسوريا هاد كله ان شاء الله ازمة وبتمر، نحن وين ما بنروح رسالة السلام والامن معنا، ازمة ورح تمر. تشكركم كثير. نوصل لهم شكرا كثير. اليوم كثير سعيد معكم، من اسبوعين كانت مره ضيقه، راحوا خلصت التصوير مره توفيت الى 20 يوم، بس اجيت اقول لاولادي اسامه وحاره واحمد هريسي وايفا وانا كل وقت معنا. أنا ما رح أطول عليكم الحكي، بدي أقول إنه ليلى أنا تفاجأت بهالمواهب السورية اللي عرفت عليها أكثر، وفي كثير أشخاص رائعين، أكيد إسماعيل تامر تعرفت عليه كوني ما كثير بعرف من الموسيقى السورية الراب وهيك، ومبسوطة كثير بالشريك. هي من تسمى بالشآم وباسمها يزجى على الدنيا العطاء ويمنع، هي في مفاخر هذا الدهر آيتها بها الختام ومنها كان المطلع. لما تقول انك سوري قولها بصوت عالي، زي البوس تراب سورية هي تراب غالي، ماسك الهوية بيدي فيها رافع راسي، يا سوري رفع راسي. صاروا أصدقاء.